لم يخبر العقيد كليمو السلطات الجزائرية، وقبل أن يوصل مصطفى عبد الله إلى مكان آمن سلم له رسالة عليها ترويسة سفارة فرنسا موجهة إلى جمال زيتوني، وتقترح رسالة الإبقاء على الاتصال. وبالنسبة لقائد الجهة فإن هذه الرسالة تعني اعتراف فرنسا بتنظيمه. لقد علمنا بذلك فيما بعد مثل السفير نفسه، وهذا ما جعلنا نرى بأن موظف الاستخبارات في السفارة الذي سمح لذلك الشخص بالدخول تحمل مسؤولية ليست من صلاحيته. لقد ضيع هذا التشوش داخل السفارة فرصة غير منتظرة للتمكن من الوصول إلى حيث يوجد الرهبان. عندما دعاني السفير للمجيء للتحقق من أصواتهم عرفت صوت كل واحد، وكان ذلك دليلا على أنهم أحياء في ذلك الوقت. إذن كنت مقتنعا بأنه إذا بقيت حياتهم سالمة لبعض الوقت فإن خصالهم ورغبتهم في البقاء بالقرب من المجتمع الجزائري واحترام الإسلام عوامل ستؤثر على سجانهم. اسمع جماعة ولو يطلوا التقارير يقولوا له يودي هادو راهم اسمع شغل لبس بهم اسمع مسيحيين ولكن راهم كاين مسلمين زيتوني بدلهم علاش الخطرات سما كانوا معهم جماعة وشغل عملوا شغل أطروا عليهم هو يقوله سما دجا عقبهم كاليفيكتاهم. في السفارة يعاود العقيد كليمون الإصغاء إلى الشريط بحثا عن مؤشر، وقد أثار انتباهه مقطع من حديث الأخ كريستيان. وفي 6 مايو 1996 يلاحظ في تقريره المصنف دفاع سري: المطالب المتضمنة في هذا الشريط لا تتحدث عن مطلب الإفراج عن عبد الحق العيادة، رغم أنه تم التعبير عنه في بيان الجية رقم 43. إذن يبدو أن جمال زيتوني قبل التخلي عن الإفراج عن عبد الحق العيادة، وهذه المعلومة أساسية في نظر جون شارل ماركياني، وفي هذه الحال يصبح الإفراج عن الرهبان ممكنا. المرحلة الثانية تتمثل في الحديث عن كيفية التوصل إلى الإفراج عنهم مع الجزائريين، وقد حددت المواعيد وكانت مقررة في الأسبوع الموالي أي في 12 أو 13 مايو. لم أعد أذكر ذلك بدقة. في الجبل كان جمال زيتوني على خلاف مع قائد ناحية جد قوي وهو حسان حطاب الذي عرض اختطاف الرهبان. قلت له واش راح تفعل بهم كي جبتهم؟ قال لي ودي راح نتصل مع السفارة الفرنسية ورانا اتصلنا باش رايحين نستبدلوا بهم اسرع. هاي القضية. قال لي وان شاء الله قال لي نطلقهم، احنا رانا راح نديروا مطالب. قال لي ما يكونش حتى مشكل، إياك ثم إياك والغدر. راك تعرف قلت له يعلق لواء لكل غادر يوم القيامة. راك أعطيتهم عهد. قال لي أعطيتهم عهد أنه ما شرح نأذيهم. لم يعد لجمال زيتوني الحق في الخطأ، وقد نصب كمينا للدرك من أجل الحصول على السلاح رفقة فتح بوكابوس حارسي الشخصي الرئيسي. معك عاوت وليت قدام الدار قدام دارنا بابا باقي يقول لي سلم روحك سلم روحك سلم روحك. قلت له خلاص انا يعني نجبد روحي، فما جبدت روحي وسلمت روحي. نحن في 7 مايو 1996. كان تخلي حارسه الشخصي عنه كارثة على جمال زيتون، إذ قد يهجم الجيش الجزائري في أي لحظة. بعد اليوم 42 من الاختطاف قرر تغيير مكان الرهبان، وقد اقتيدوا إلى المكان المسمى ثلاثر في بيت صغير سمه قادة الجية بالدار الحمراء، ولم يسمحوا سوى لمساعد مقرب من جمال زيتوني بالحديث معهم. كان يقصر معهم ويجي يقولنا
يجي يقولوا لنا نقصروا معاهم، يهضر معاهم بفرنسي يقولوا ما تنطلقوكم شغل يتمسخر وكذا، قال لهم بلي فرنسا وفرنسا حنايا المسلمين نكملوا الجزائر هذه نحتلوها ندخلوا لكم لفرنسا وما خلوا حتى بلاد، شغل يقصر معاهم هكذا يفهم فيهم ويهضر لهم على الديانه تاعهم والديانه تاعنا، شغل قصر معاهم بزاف. يقول لهم شهدوا راح تموتوا، يجبد لهم الموس يقول لهم شهدوا راح تموتوا، كي خزروا فيه هذاك بول الحياة يقول لك كي خزروا فيه قاعد يدير لهم هكذا يديروهم هكذا. لا لا كانوا يصلوا ويقولوا مونديو مونديو، نسمع غير مونديو ما نفهمش انا الفرنسيه، كانوا غير يقولوا غير مونديو مونديو. ابو ايمان هو سجان الرهبان الاساسي وقد قضى ساعة امام بابهم. كانوا خايفين وفيهم مرضى مرضوا منه من البرودة، المكلة ما نسبتهمش، المكلة التانية احنا كانت عيانة مرضى سرتو انحرت التويلة مرضوا فور. في تولون كان جون شارل ماركياني يرى أنه قريب من هدفه وكان يحضر آخر تنقل له إلى الجزائر. كنت سأقترح طريقة عمل ترضي الجميع، طريقة تسمح للجية بتلبية ما طلبته وللجزائريين بحفظ ماء الوجه، وستتولى الجية في مكان سيحدد وقد تم النظر في عدة فرضيات إحضار الرهبان ثم يسلموا لهم لنا بطريقة لا تبدو كعملية فرنسية في الجزائر لأن الجزائريين لا يرغبون فيها مهما كلف الأمر. ورتب حاكم لوفار كل شيء كل شيء ما عدا تسريب الخبر إلى الصحافة. وفي وسط مقال لجريدة لوباريزيان يوم الخميس 9 مايو 1996 يستعرض وضع الرهبان في اليوم 44 من الاختطاف، كشفت بضعة أسطر عن مهمته السرية للإفراج عنهم. يبدو حسب مصادر جد مؤكدة أن محادثات تجري بشأن الإفراج عن الرهبان في مدينة الجزائر، حيث شهد جون شارل ماركياني لهذا الغرض منذ 5 أيام. وقد ذهل الوزراء عندما علموا من الصحافة بأنه مكلف بمهمة سرية، وكما كان الحال مع تحرير رهائن الجيش الفرنسي في البوسنة اكتشف لانجيبي بأن جون شارل ماركياني لازال يعمل سريا على ملف يخص السياسة الخارجية. وبعد ساعات قليلة من صدور الباريزيان وضع رئيس الحكومة حدا للمهمة السرية لحاكم مقاطعة لوفا، وأخبره بذلك جون لوي دوبري وزير الداخلية. قال لي جون لوي دوبري بأن مجلس الوزراء الذي ترأسه جاك شيراك هو الذي قرر ذلك ولم يتلفظ الرئيس خلاله بكلمة، واكتفى بالقول أريد معرفة ما رأيك في هذا الشأن. فقلت اسمع، ليست الحكومة هي من يطلب من مجرد حاكم مقاطعة رأيه في نشر بيان، إذا أردتم ذلك لكم شروه، ولكنني أحذركم بأنهم قتلوا. عندئذ حدث فراغ في المكالمة، ثم قال لي طيب إذن سأقدم عرضا إلى رئيس الوزراء. لو كان لي علم أثناء الوقائع بمقترحات جادة كفيلة بإنقاذ حياة الرهبان لأخذتها في الاعتبار، ولكن الأمر لم يكن كذلك. وعندئذ بالطبع تحركت الشبكات الموازية بهذا القدر أو ذاك، أما الحكومة فإنها عملت مع المصالح الدبلوماسية ومع مصالحها المختصة، ومعها عملنا كل ما في وسعنا لإنقاذ حياة الرهبان. لقد كلف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بتكذيب خبر تكليف السيد ماركياني بمهمة، وهذا ما قام به طبقا لتعليماتي. إذن كل تحمل مسؤولياته، وقد وضع لانجوبي حدا لهذه المهمة، علما بأنني كنت قد أخبرته قبل ساعة بأن الرهبان سيتعرضون للقتل. في اليوم الموالي أخبر جون شارل ماركياني مبعوث جمال زيتوني، ثم أخبر الجيش الجزائري بأنه أبعد عن الملف. أما فتح بوكابوس فقد كان محل استجواب من قوات الأمن. وفي 15 ماي 1996 انتهى الأمر بالحارس الشخصي لجمال زيتوني إلى أن يقول كل ما يعرفه.
ومن جهته أقدم الجيش الجزائري على عمل ميؤوس منه من خلال تمشيط ضخم واسع، وهو يقول على كل فإنهم سيقتلون وعلينا إنقاذ ما استطعنا منهم. لغم الإرهابيون كل الأمكنة التي كانوا بها، وكان انفجار القنابل يسمح لهم بالفرار، إذ أن الدوي يعني أن ثمة من يقترب منهم. وبينما كان العساكر الجزائريون بعيدا عنه، أصدر جمازي توني الأمر بواسطة الجهاز اللاسلكي بإعدام 5 رهبان. الرصاص ما استعملش، جح فيهم، جح. احنا كنا في حالة ضعف تاع الرصاص، ذبحهم قبل الموسى. باللي قتل لي بابا صح يدي أجر كبير، هم قاع كان قاع متعطش للقتل. كان أي واحد مثمن يذبحهم هو وحده في 7. خرجوهم بالواحد، خرجوهم بالواحد يبعدهم شوية ويذبحوا فيهم، والآخرين كي شافوا خاوتهم راحوا ما ولاوش، كاين اللي طاحوا من الخلعة طاحوا. يجي لي واحد قال لي هكا ذبح واحد، هرب خاطري أنايا، طبعني وذبحوا. اللي نفذوا فيهم كانوا أبو نوح من القصبة، كان أبو تراب هذا رشيد أوكالي من باب الواد، عبد الغانم من سيدي موسى، عمر أبو الهيثم من رفيقو من بوغارة. هذا كان سبيسياليس في الذبيحة، كاية ما يرحمش، بلا ما يقولوا له يروح يدخل فولونتير. لقد جرى ذبح 5 رهبان وتركت جثثهم بالقرب من الدار الحمراء، ثم فر مساعد جمازيتون برفقة الراهبين الباقيين. خلاو زوج كما يقولوا العالية اللي يديفوا عليهم، كان واحد مع أبو لحية وواحد آخر شغلهم هما اللي كانوا يتحاوروا معهم، هما اللي شوية فور عليهم. زادوا مشاو وين لقاو بلي الحالة ما كاش كيف يسلكوهم، خافوا بالك يعيطوا، خافوا بالك عياو ما قدروش يمشوا، خافوا يعطلوهم، قتلوهم ما با من القوة اللي كانوا بريسي، خلا ما دفنوهمش، خلاهم هكذاك. نحن في 21 ماي 1996، الرهبان 7 موتى لقد اغتيلوا وذبحوا وتركت جثثهم في جبال بوكارا. عيط لي الزيتوني قال لي نعلمك بأمر ما، واش هو؟ قال لي الرهبان قتلناهم. يا سبحان الله. ومن بعد دخلت معاه تما في ومن بعد زاد تكهرب الجو بيني وبينه، قلت لك بلي انت ما عندكش الامان. انا قلت له علاه ما طلقتش سبيلهم، طرح له السؤال هذا، علاه ما طلقتش سبيلهم؟ قال لي واش يقولوا عليا الجنود؟ بون قلت له انت تخاف الجنود ما تخافش ربي، صافي انت واش راك دير هنايا؟ قلت له يصعب لاي كان يقعد معاك. انها القطيعه، وها هو حسن حطاب يفارق الجيه وتذهب معه أغلبية الكوادر. وجد جمال زيتوني نفسه معزولا، وليبرر فعلته نشر البيان رقم 44، وفيه يذكر برسالة موجهة إلى جاك شيراك وبزيارة واسطة سفارة فرنسا وبرسالة العقيد كليمو التي يقترح فيها الإبقاء على الاتصال به قبل أن يختم بهذا الحكم. صرح رئيس فرنسا ووزير خارجيته أنهم لن يتحاوروا ولن يتفاوضوا مع الجماعة الإسلامية المسلحة، فقطعوا بذلك ما بدأوه، وقطعنا نحن رقاب الرهبان 7 طبقا لما التزمنا به، وقد تم ذلك صبيحة هذا اليوم. تم نشر بيانين للجهة، أحدهما لتبني الاختطاف والآخر تبني الاغتيال. البيانان مر على طريق لندن وميديان، وفي كلتا الحالتين تأكدنا من صحة الوثيقتين، أي أن مصالحنا المتخصصة حللت الوثيقتين لمعرفة إن كان مصدرهما هو نفس الذي تدعيان ورودهما منه، ولذا فإننا اعتبرنا الوثيقتين صحيحتين. Et dans les deux cas, ils ont été authentifiés. Donc nous l'avons considéré comme des documents authentiques. Tu as besoin de quoi? Bah des sapes. Il y a eu 24 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Qui prend le casse-feu, le ratissage, le coupe-tire, le mig? Un des brasseurs, il dit, normalement, il dit, qui normalement fait le travail?
اسمع خلاص يحبس كلش هما راه ما عليهم كان المهم يحبس كلش وكان هذاك الحال كي عاود امر زيتوني امر الجماعه هذه قال لهم حسب ارموهم في الطريق دوك باش يرمي الجزره كامله ما يقدرش بزاف حاجه خفيفه سما كيقطع الراس تجي حاجه خفيفه ويرميها نحاولهم ريسانهم وهما دفنوهم فما في جبال تاع بوغارا كل حد ما بديت نشم في الريحه واحد الريحه تسرع حاشاكم مشغول الخنزير كي يموت صرت جينا في الطوموبيل باش تسوق ما تقدرش تسوق دخلت شاصي من الكارو ورايحين المهم لحقنا السريه تاع بوشراحيل كي لحقنا السريه تاع بوشراحيل حوس على الامر السريه وراه قلت له هاي كان امانه هكذا باش تديها هو عبر من يدوها يدوها ما يطلعوها للمديه بصح نقولوا كانوا مازالوا باينين اسم الفيزاج ما خسرش في 30 من ماي 1996 وضعت الرؤوس السبعة عند الفجر تحت هذه الشجرة أسفل الطريق في مدخل مدينة المدية وبعد اكتشافها من سائقي سيارات نقلت الرؤوس إلى المستشفى المركزي للجيش بالعاصمة بالطبع انتابنا إحساس بالرعب وبالخصوص بالحزن على عائلاتهم لأننا قلنا بما أن الخبر سيعرف علينا أن نعلم عائلاتهم لذا كان علينا الاتصال هاتفيا بعائلاتهم لنخبرها بموتهم الأكيد وبأنه لم يعثر سوى على رؤوسهم قال لي الأب الرئيس العام الذي كان معنا أنت الذي عشت مع إخوانك من الأفضل أن تبقى هنا لأنه كما ترى منذ 21 ماي ونحن في 30 ماي اليوم الذي وجدنا فيه بقاياهم من الأفضل أن تحتفظ في ذاكرتك بوجوه إخوانك مثل ما عرفتها لذا بقيت بينما ذهب الآخرون للتعرف على وجوههم كانوا جد واضحي الملامح وقد جرى وضع اسم على كل نعش ووضعنا صورة كل واحد من إخواننا في يوم الثاني من شهر جوان 1996 جرى الحفل الجنائزي في كنيسة السيدة الإفريقية وقد احتفل الأبتسي في أن واحد بمعاناة رهبان تبحرين السبعة وذكر الكاردينال ديفال المتوفى في نفس يوم اكتشاف رؤوس كريستوف لوك سيليستان برينو ميشيل بول وكريستيو بعد دفن الرهبان دقت ساعة تصفية الحسابات ففي 16 من شهر جويلية 1996 نصب رجال سيد علي بن حجر كمين أسقط فيه زيتوني كانت أمور تعمى 8 10 11 واحد اللي كانوا في العمل هذا أفراد 11 فرد كملوا له في الطريق عقب بسيارة عقب مار بسيارة هو أفراد معاها لقد سرع اختطاف وعذاب الرهبان السبع موت جمال زيتوني وبعد شهرين كان الأب بيير كلافري أسقف وهران 19 رجل دين مسيحي يغتال في الجزائر عدت في شهر سبتمبر للاطلاع على ظروف استعادة الطائفة لأنشطتها لا أحد منهم ذهب وكل منشطي أسقفية وهران كانوا في أماكنهم الأنشطة بدأت من جديد وأحمد الله على شجاعة كل أعضاء الطائفة لقد كان ذلك دليلا على إرادتي البقاء مع الشعب الجزائري في أوقات المسرات وفي أوقات المعاناة المقتسمة لقد فشلت الجيه فيما تصفه بتطهير ارض الجزائر الاسلاميه من الكاثوليك وفي وصيتها الروحيه التي نهاها في عام 1994 ذكر كريستيان دوشارجي بان المحبه تنتصر على الحقد لقد كان جد غال ثمن هذا الذي قد نسميه نعمه المعاناه
وهو أكبر من أن يرجع إلى أي جزائري كان، خاصة إذا كان يسر